حدد عضو مجلس العموم البريطاني يان بيزلي دعوته إلى ضرورة أو جدد دعوته إلى ضرورة التعامل مع الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان بالمضي قدما في حملة حظر الإخوان الذين ينشرون الكراهية. وفي حوار خاص لقناة النيل للأخبار، طالب بيزلي الحكومة البريطانية بضرورة كشف وفتح الحقائق الكاملة عن تنظيم الإخوان، مؤكدا أن التنظيم يستغل وينتهك المعتقدات لمهاجمة المسيحيين وغيرهم. كان لدي العديد من المطالبات مع ويستمينستر ومع البرلمان لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة غير قانونية وإرهابية، ويجب على الشرطة مكافحتها ومطاردتها، وهناك أعضاء لجماعة الإخوان المسلمين يجب وضعهم في السجون، ويجب على الحكومة أن تواجه هذه المنظمة الإرهابية التي لديها ودعم اقتصادي كبير جدا. وأطالب، هناك أعضاء برلمان كثيرون اتفقوا معي، وكذلك أيضا الإدارة ووزارة الدفاع وكذلك وزارة الداخلية، والأمر يتم مناقشته بالفعل، والعملية صعبة جدا، ولكن أعتقد أنها ستصل في النهاية إلى هذا. وأنا أشجع حكومتنا في هذا الوقت أن تتخذ هذه الخطوة، لأنه في الفترة الأخيرة يقوم الإرهابيون ولا يعتدون بانتشار فيروس كوفيد-19 ويقومون بالعديد من الأعمال الإرهابية العدائية، ويجب أن نتبع نموذج الذي تتبعونه في بلدكم وغيرها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط التي صنفت وحظرت جماعة الإخوان المسلمين واعتبرها جماعة إرهابية.